اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة بيتي. معاكم رشا. النهاردة هنعمل الزبادي من البيت. طريقته سهلة قوي وبيطلع ناجح جدا، بس هو ليه شوية خطوات علشان يطلع معانا ناجح. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا كل خطوة تطلع الزبادي معانا ناجح. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بنزله في قناتي على اليوتيوب. اول حاجة مكونات اللي هنعمل بها الزبادي هو ده كيلو لبن وعلبة صغيرة، ديت علبة كبيرة انا هاخد نصها بس. اول خطوة هنبتدي نعملها في اللبن، اللبن دوت لبن بلدي وانا غلياه كويس جدا وسبته لغاية لما دفي. ما ينفعش اللبن اللي هنعمل بيه الزبادي يكون سخن، ديت اول خطوة انا بقولها لكم اهو. لازم اللبن يكون دافي. دافي ازاي؟ زي دمعة العين كده. وكمان لو حطيت صباعي كده في اللبن استحمل اللبن، طبعا انا غسله ايديا استحمل اللبن. ديت الخطوة المهمة علشان الزبادي يطلع معايا ناجح. يبقى لازم ان يكون دافي، دافي بسيط زي دمعة العين كده او زي الرضع اللي بنديها للاطفال، بيبقى بيقدر ان هو يرضعها، تبقى اللبن دافي. ديت اول خطوة عشان يطلع معانا الزبادي ناجح. طبعا انا لما غليت اللبن زي ما انتوا شايفين اهو وسبته برد يعني بسيط كده بيعمل وش. طبعا اللبن ده انا قلت لكم ان هو بلدي فبيعمل دسم فبيعمل وش. الوش ده انا مش هسيبه كده، لازما ادوبه كده في اللبن. كيلو اللبن عليه كوباية زبادي مش صغيرة، علبة الزبادي ديت كبيرة هاخد نصها بس. كده الزبادي ما حطوش زي ما هو كده على اللبن، لا لازما ادوب الزبادي كويس. زي ما انتوا شايفين كده بصوا كده. ارب الزبادي كده كويس واتاكد ان هو داب خالص. اهو زي ما انتوا شايفين بصوا الزبادي داب خالص معايا اهو، بقى كريمي. بصوا اهو هو ده المطلوب، ان يبقى كريمي كده. هبتدي اللبن اقلبه كده، والخطوة ديت مهمة ان انا اقعد ارفع اللبن كده اهو كده زي العرق سوس بالظبط علشان يديني الزبادي يبقى ناجح جدا. هاخد منه كبشة كده واحطها على الزبادي وهقلب الزبادي باللبن كده. زي ما انتوا شايفين اهو لازم يبقى بالسمك دوت اهو زي ما انتوا شايفين، وهنزل على اللبن اتاكد ان الوش اللبن داب كويس كده، وهنزل بالزبادي. وهندوب كويس الزبادي باللبن.
طريقته سهلة زي ما قلتلكوا، بس امشوا بنفس الخطوات ديت وهيطلع معاكم ناجح جدا. هبتدي اصب اللبن، اجيب الصينية كده واحط فيها السلاطين. ممكن نعمله في سلاطين وممكن في كوبايات اللي انتوا تحبوه والمتواجد عندكم. السلاطين بتخلي طعم الزبادي حلو قوي، لو عندكم يبقى افضل من الكوبايات اهو كده. وهنحط برضو في كوبايات. حطيناهم في صينية اذا كان كوبايات او سلاطين. هبتدي دلوقتي اللبن ارفعه برضو زي ما قلتلكوا كده، وانزله زي عرق السوس ليه؟ علشان يعمل وش حلو للزبادي كده. هبتدي اصب السلاطين اهو كده، واحطها في الصينية. هبتدي املى كل السلاطين والكوبايات اهو كده. وكل لما اصب اللبن وارفع ايدي كده وينزل زي اكننا بنصب عرق سوس، هيدينا وش حلو قوي زي ما قلت لكم. ودي خطوة مهمة برضو. الطريقة دي هتطلع معاكم الزبادي ناجح جدا. هبتدي برضو اصب كوبايات، يبقى احنا حطينا في كوبايات وفي سلاطين والمتواجد عندكم. وكده انا صبيت كل اللبن في السلاطين وفي الكوبايات. طبعا انا قلت لكم حسب المتواجد عندكم، والافضل اللي احنا نصبه في كوبايات صغيره كمان علشان تبقى على القد ما يفتش في الكوبايه زبادي كده. تمام. في خطوه كمان ودي اهم خطوه، ان احنا بعد ما خلصنا الزبادي كده هندخله فرن البوتاجاز. فرن البوتاجاز بنكون مشغلينه قبل اول ما ابتدي اعمل الزبادي، وبعد كده بطفي الفرن مجرد الفرن يدفى. واول لما اخلص الزبادي هحطه في الفرن. يعني انا مشغله وطفيت اهو النار بعد ما شغلت الفرن، هبتدي دلوقتي اخلص الزبادي واحطه فيه، وما يكونش الفرن سخن او يكون برضو دافي. طبعا عشان انا حاطه كوبايات في الصينيه مع السلاطين لازم يتحط في الصينيه ميه، لو سلاطين بس مش لازم ميه. علشان الصينيه ديت الومنيا هحط لها معلقه خل علشان الصينيه ما تسودش. حطيت معلقه خل وهنزل بميه سخنه، هحط في الصينيه ميه سخنه، ما احطش في الزبادي، احط في الصينيه كده. عشان الكوبايات ما تنفعش تتحط في الفرن سخن وهي ازاز، لازم يتحط كده مية. كده تمام. هبتدي دلوقتي اغطي السلاطين والكوبايات بفوطة او بغطا زي ما انتوا شايفين كده اهو، وهدخلهم الفرن.
كده بعد ما خلصت هدخل الزبادي الفرن، وهقول لكم قعد معايا لمدة قد ايه. كده الزبادي بعد ما سيبناه في فرن البوتاجاز لمدة 5 ساعات طالع ناجح جدا قدامكم اهو. امشوا بس بنفس الخطوات اللي في الفيديو، هيطلع معاكم ناجح جدا. طبعا احنا مش بنسيبه بره التلاجة، بحطه في التلاجة لمدة ساعتين. ولو حابين نعمل زبادي كل يوم، ما بنشتريش علب زبادي، احنا بناخد من نفس الخميرة اللي هي الزبادي اللي احنا عاملينه، ومعلقتين على كيلو لبن، وبنعمل من كمية كبيرة جدا زي ما انتوا شايفين. الطريقة ناجحة، جربوها، ولو عجبكم الطريقة ما تنسوش لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واختاروا الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بنزله في قناتي على اليوتيوب. اقول لكم سلام، وانتظروني بفيديو جديد.